وحول هذا الموضوع ينضم معنا المحلل السياسي عهد الهلالي. مرحبا فيك بالثالثة سيد الهلالي. يعني في تصريح سابق أشارت أن في جعبته الكتل العوامل ومعطيات أيضا ستكون مرضية للصدر ضمن مبادرة ترتقي إلى إنهاء هذه الأزمة. ما هي تلك العوامل؟ يعني كيف سوف يتم إقناع الصدر؟ يا الله، مساء الخير سيدتي، مساء. تحياتي لكم ولقناتكم الموقرة ولمشاهديكم الأكارم. نعم، الوضع العراقي بات غير مقبول داخليا وإقليميا ودوليا، وأن هنالك حراك شعبي وحراك أممي كبير جدا يهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تضرب العملية السياسية منذ أكثر من 10 أشهر. هنالك رسائل كثيرة وصلت من المجتمع الدولي، وهنالك رغبة من الشركاء السياسيين سواء البيت السني والبيت الكردي انضموا للإطار التنسيقي الآن. الهدف هو أنه المضي في إكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وإنهاء حالة الانسداد السياسي. الوضع لا يطاق الآن في العراق، هنالك جملة من الأمور التي المواطن الآن بأمس الحاجة لها. هنالك مشاريع معطلة، هنالك ميزانية معطلة، هنالك اتفاقات ومواثيق معطلة، هنالك برلمان معطل. فهذا كل الأمر ألقى بظلاله على المشهد السياسي ودفع بالشركاء السياسيين لأن تكون خطواتهم في هذه المرة أكثر جدية وأكثر فاعلية وخطوات مسؤولة لحلحلة الأزمة السياسية. أعتقد أنه هنالك وفد سوف يتحرك باتجاه الحنانة. لربما أن الإشارة لن تأتي من الحنانة إلى الآن، عندما تأتي الإشارة وأن تفتح الأبواب وأن تفتح الحنانة أبوابها فاعلموا أن أبواب العملية السياسية سوف تكون مشرعة وسوف تكون الخطوات سريعة جدا في إنهاء حالة الانسداد السياسي وإكمال باقي التحقيقات الدستورية. نعم، تحدثتم عن رغبة إقليمية دولية بإنهاء هذا الملف وملف الأزمات العراقية، ما هي أدوات الخارجية؟ مدى هي إنجاحها في إقناعه؟ الملف الإقليمي والعراق يشكل يعني جزء أساسي من الملف الإقليمي والدولي. العراق لاعب أساسي وكبير جدا في سوق الطاقة العالمي. العراق ممر للتجارة ما بين الشرق والغرب. العراق فيه من المقدرات الشيء الكثير. أوروبا الآن على أبواب الشتاء ويتعامل من أزمة طاقة كبيرة جدا. العراق يمتلك 4.8 مليون برميل نفط يوميا. عملية تأخير أو تعطيل أو إخراج العراق من المعادلة الاقتصادية الدولية لربما تتسبب بارتفاع حاد بأسعار النفط وأسعار الطاقة بشكل عام. هذا الموضوع وملفات أخرى تدفع حقيقة المبعوثة الأممية وتدفع المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى أن تعزز أو تحاول أن تعيد الثقة ما بين الشركاء السياسيين من أجل أن تكون هناك عملية سياسية يشترك فيها الجميع. المجتمع الدولي لا يرغب بأن تكون هناك حالة من التفرد من قبل الكتلة السياسية بمصادرة القرار السياسي في العراق والتفرد بتشكيل حكومة. لا تريد لا الإطار التنسيقي ولا الكتلة الصدرية بأن يذهبوا بمفردهم لتشكيل الحكومة. يجب أن يكون هناك مشاركة مجتمعية واسعة، وأنتم تعلمون والجميع يعلم نحن على أبواب شهر تشرين وشهر تشرين وما أدراك ما شهر تشرين. لربما تكون هنالك تظاهرات شبيهة بالتظاهرات التي حدثت سنة 2019. نعم. وهذه الملفات وملفات أخرى حقيقة يخشى منها السياسي. كذلك يوم 14 سوف يكون هنالك إجلاس خاص في مجلس الأمن وتقوم ب عرض كلمتها في مجلس الأمن. هذه الأمور وغيرها هي اللي اليوم سوف نعم. سيد الهلالي، اليوم الجميع بهدف التوصل إلى حل السياسي، برأيك هل السيد مقتدى الصدر سوف يرسل إليكم خلال هذه اليومين المقبلين إشارة إلى الذهاب إلى الحنانة؟ احنا ما نقدر نحدد الوقت بالضبط، لكن يبدو أن الرغبة أصبحت متبادلة مع الشركاء السياسيين. الجميع مجمع على أن يخرج من حالة الانسداد السياسي، لأن حالة الانسداد السياسي لن تخدم الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال، بالعكس لربما تعطل الحياة، تعطل القوانين، تعطل كثير من الأمور.
وهنا المشكلة الكبيرة جدا، لربما أن الأمور تتفاقم لا سمح الله أو يحدث انزلاق أمني لا سمح الله، أمور كثيرة جدا. فأعتقد أنه اليوم أو غدا ليس بالأمر الضروري، لكن المهم أن تأتي الإشارة من الحنانة ويذهب الفريق لإجراء جولة المفاوضات، وبالتالي نذهب إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي. نعم، يعني بسؤال أخير سيد الهلالي، في حال عدم استجابة السيد مقتدى الصدر إلى، يعني هل سيمضي الإطار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل حكومة أم هناك خيارات أخرى؟ ونحن الآن كما ذكرت تشرين على الأبواب. الإطار التنسيقي قادر على أن يمضي إلى تشكيل حكومة، ما في مشكلة لدى الإطار التنسيقي، لكن قيادات الإطار التنسيقي قيادات عقلانية تنظر للأمور من زاوية ثانية، أنه ليس المهم هي أن يكون هنالك حكومة. الآن البلد وبعد أكثر من 3 أعوام ولا توجد فيه حكومة، ولكن تسير الأعمال لله الحمد ماشية، ولا يوجد هنالك ما يعرقل أو يعطل الحياة في العراق. لكن المشكلة الأساسية أنه مو بتشكيل حكومة، لكن وماذا بعد؟ المشكلة هذا السؤال، وماذا بعد تشكيل حكومة؟ لربما أنه سماحة السيد سوف لن يكون قادر على كبح جماح أبناء الكتلة الصدرية أو الشارع العراقي، وبالتالي يذهب الشارع العراقي إلى منزلق. أعتقد أنه لربما حتى وأن صرح الإطار التنسيقي أنه سوف يمضي، أعتقد من باب المناورة السياسية، يعني تحتاج القضية إلى تعقل في التعامل مع هذا الملف. هذا الملف حساس وخطير، وعلينا أن نتعامل معه بحكمة وحنكة. نعم، هذا ما نتمناه أيضا. السياسي المستقل عاهد الهلالي، شكرا جزيلا لك.